قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس، كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم، والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار. وقت الحكم والحق الكل خلق اعذار. اسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها اقدار. رجعوا رجعوا يا اهل الدار، رجعوا رجعوا يا اهل الدار، رجعوا رجعوا يا اهل الدار. حتى حمايم الدار الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار. نعم نعم. قم بس صبحك الله برضه. صبحك الله برضه والعافية. لا إله إلا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد. يا الله يا كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر. صغيرين وصغيرين قوم ابوي، قوموا بسكم رقاد. سالم سالم قوم ابوي، الحق ابوك المسجد صاير يصلي. قوم سير صلي وراه. قوم يا الجودر انت، قوم قوم بسك بالرقاد، قوم. زين بعد ما اذن، مو بعد ما اذن بالله، قال الاذان قاسي حرصه. قوم بسك من الرقاد. وينه وينه؟ قومي ما قوم ابوي، اليوم عمش بيسافر بتودعيه. هيا ترخب شي وجهش. اها قوم بسك من الرقاد، قلت لك والله اني بخبر ابوك، يكون يوم يجي بالسفر ما يجيب لك شيء، هصل لك عينك. يلا سالم سالم ولدي، انت جالس تبكي؟ افا عليك افا، الرجال ما تبكي يا ولدي، كن صلب وشديد. واسمع يا سالم، الله الله في نفسك، صون الأمانة وحافظ على البيت. ما وصيك با، يعني لازم تصير. يا سالم يا ولدي، أنا ما وصيك إلا بنفسك، الله الله في أمك وإخوانك، وحافظ على البيت.
السلامة. ليش سكر القهوة؟ أنا أبغي شاي. نعم وقلت ما أسمع سمعتك ها. قلت لك أبغي شاي. أولا قلب وجهك، ثانيا اليوم ناصر بيسافر ونحن لازم نصير نودعه، أنت فهمت؟ هذه الكلمة يوم من الأيام بحاسبك عليها يا مبغوض. تف 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 سلعة بسر، ولا أقول لك سير شوف لك روقة من باب الله، اليوم مقهاي سالمين مسكرة سير. احترم نفسك. بصير ولا شو عليك؟ بهالجماعة فراسك. يوم لك يوم عليك. لكن باقي الايام لك يا ثاني. حي الله ابو سالم، حي الله ابو سالم، انا عندي شيء ابغاك تاخذه معك. وايش هو هذا الشيء محبوب؟ هذا الحرز ابغاك تربطه في يدينك اليمين. وليش الحرز الله يهديك؟ انا الحساد يا ابو سالم، ترى هذه الايام كثره الحساد. انت ما يخصك انت. يخصني وزود. ومهما صار يا ابو سالم، انا بعدني ما وفيتك حقك. لكن ارجوك تسامحني. وتنسى الاستواء بيني وبينك، وانت اليوم مسافر، واطلب منك السماحة يا ابو سالم. المسامح الله يا ثانوي، لكن خلي في بالك شيء، ان هذين اولاد ناصر بن سالم. انا وغيري يعرفهم منهم اولاد ناصر بن سالم. انت بس روح، خاسيه ما تخاف، خليه يتوكل على الله ويروح، خليه يروح. يلا يا عيال. بو سالم الحرز الحرز. تأخرت يا أبو سالم. اسمعوا يا جماعة، أنا الحين أخبركم لا تطولوا الوداع ولا تراني ما بسافر. سالمين يا أخوي، أوصيك بأولادي وكون سند لهم وهلا هلا فيهم وشورهم دائما. يا أبو سالم سير وارجع بالسلامة، أنا خالهم لا توصي حريص. يا أبو سالم هذين في عيوني وفوق الراس. عشت. لا يهمك، سافر عشت. بالسلامة وارجع بالسلامة يا أبو سالم. بارك الله فيك يا سالمين، كثر الله خيرك. الله يطول عمرك. الله الله في عمرك. الله الله في عمرك. قدامك الرحمن يا أبو سالم، قدامك الرحمن. أمان الله يا سالم. أمان الله. معلم حميد، الله الله في الأولاد وأوصيك فيهم، شور عليهم بالطريق الطيب إذا ضلوا طريقهم. تحفظ الله، تحفظ الله يا ناصر يا أخوي. روح وارجع بالسلامة إن شاء الله. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. الله الله في عمرك. إن شاء الله حاضر. عيد. عيد يا أخوي، هذه أول مرة نفترق فيها أنا وأنت. ما بنفترق يا أخوي أنا. ما بنفترق. لا يا عيد لا. احبس دموعك لا يشوفوك الأولاد. شو الأمر يا أخوي أنا. مع السلامة يا عيد. روح ترجع بالسلامة يا ناصر. روح ترجع بالسلامة. محبوب
ان شاء الله اني برجع القهوة وبشرب الزنجبيل الطيب من ايدك الطيبة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الله يرجعك بسلامة ان شاء الله. تروح وترجع بسلامة. اسمع يا سالم يا ولدي، هذه آخر مرة أوصيك فيها. خلي بالك على البيت وعلى أمك وإخوانك. اسمع يا سالم، أنا بدور وجهي صوب البحر وانت خذ إخوانك وسير لبيتك. أمان الله يا أبوي. أمان الله يا أعز الناس. هذا هيك صار؟ ما معقول يكون ثيابك لنت. الله قد تترك أثر هنا. أكيد البارحة أنا ما قتلته. كان لازم أتأكد. كان لازم أتأكد زين. لكن هين بيصير مني؟ اليوم وساير لازم أفتح عيني زين. ما عليك يا ضاحي ودي الذيب. هيكون بيني وبينك يوم آخر يوم. موجودين عشانكم ولا يمكن اتخلى عنكم لا يمكن. تو انتهين سار يا ولدي. سار نفذ كلام ابوي. يا ولد الحلال انت بعدك صغير. بعدك صغير وما كل وقت اللي تنفذ فيه كلام ابوك. الصغير يكبر وما كل صغير صغير. من اليوم راح اشوف شغلي. سالم سالم ارجع
ارجع يا ولدي ارجع يا سالم. نسيت اللبن، تراه المرة بيكب الأكل فوق راسي. لا تلوميني يا بنتي، مغيبة هالأيام. هاو اللبن، بس ديري بالك عني ندع عليش. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. هالك عمر على هذا الأرض اللي ما منها فايدة. لا يا بنتي لا، لا تقولي الأرض ما منها فايدة، الأرض تعطي أكثر ما تأخذ، والأرض يا بنتي ما تموت، بس يبالها اللي راعيها. هيا توكلي. ما أعتقد أني راعيها أكثر عن عمي. عمي تعب وشق عليها وكان ما ينام الليل علشانها، عطاها اكثر مما تعطيه. لكنه هملها يا بنتي واتكل على اللي ما يسوى، وهذه كيف النتيجه؟ اخبرش، خلي عنك هذه السوالف، ومو في الفايده، ودي الاكل على اللي يبرد. سارت هي ساير، خليها واحدة سارة ما تبغى مساعدة. مسكينة مسكينة هذه البنية، بعدها ما تزوجت، بنيات صار منها كلها تزوجن وجابن أولاد، وهي بعدها مسكينة بنتها وبعدها ما تزوجت. ما قاها النصيب ما كذا، بس حرام دي بصراحة، حرام اللي انتو بعدها ما تزوجت. ترى هذاك شقي، لا طاعي تزوج ولا طاعي يشتغل. زين عجب سالم، سالم ليش ما يتزوجين؟ ولد عاقل وحيشوف وشغول. سالم، سالم باغي يشوف المزرعة خضرة ويحقق أمنية أبوه. وبعدين تعرف أنت يا محبوب، هذا وصية أبوها من زمان قبل أن يموت. يوصيها كيف يوصي يزوج بنته حال حمود؟ يعرف أن حمود هو أصل ولد ناصر. إيه بس كان يحب حمود واجد، أنت تعرفه. صحيح صحيح صحيح، يوم قالوا حبيناهم كرهتهم أطباعهم، كرهناهم حببتهم أطباعهم. لا حول ولا حول. السلام عليكم يا جماعة الخير. يا حي الله أبو مسعيد، يا حي الله، حياك الله في القهوة، تفضل تفضل. مكان يا ناس، مكان مكان مكان، تفضل يا ابو مسعد تفضل. حياك الله حياك الله، يا هلا بيك. كيف حالكم جماعه؟ يا حي الله بكم. كيف الحال؟ كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. محبوب جيب الشاهي الزين، حال الزين. نحن ما عدنا زين ولا ما زين، شاهينا هو هو. سميك هذا انت تقول هالكلام هذا مبغوض؟ يوم يقول لك صاحب المقهى جيب الشاهي الزين يعني تجيبه، فهمت؟ اي نعم. تعال هين ساير، هين ساير. لا اله الا الله محمد رسول الله. مو علوم سالمين، مو علوم. ماشي علوم يا ابو مسعد، ماشي علوم. وانا داخل عليكم سمعتكم تتكلمون عن اولاد ناصر، خير ان شاء الله مالهم. ماشي، بس كنا قاسين نتكلم عن زوينه وخطوبه زوينه من حمود ولد ناصر. مالهم بعد ايش في؟ ماشي، هو لا راضي يشتغل ولا راضي يساعد اخوه سالم، وهي ما راضية تتزوجه لما يشتغل. يعني هي ما موافقة ولا كيف؟ ها هي تقدر ما توافق؟ عجب، ليش ما يتزوجوا؟ هي تقول لازم يشتغل الأول. الشغل، مسألة الشغل هذه سهلة يا سالمين.
يعني كيف يا ابو مسعد؟ بتساعده؟ اي نعم بساعده، وهذا شيء بسيط. عفا عليك. هذا انت؟ كذاك زين كبات اللبن؟ انكسرت القحلة؟ زوين انت اليوم تأخرتي واجد، انا صار لي ساعة ما تطنش. تو انا مو اقول حال اخوك سالم، وتو اللبن منكب. قولي له اخوك حمود كسر القحلة. بس تغمض علي وبكب الاكل على راسي. زوينة قولي حال اخوي سالم، قولي له اخوك حمود كسر القحلة. انا كسرت القحلة علشان اشوفك واتكلم معاش مدة طويلة. تصدقي لو ما كسرت القحلة كنت انتي خطفتي من قدامي، لا شفتش ولا كلمتش. زين ليش ما تكلمني في البيت؟ ما هناك احسن؟ لا 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 ما احسن. احسن ابويا اكلمش هنا. لو كلمتش في البيت بتجلس امي تكلمني واخوي سالم يكلمني، روح شوف شغل وليش ما اشتغلت. ما عندهم سالفه ابدا الا سالفه الارض وبس. الارض؟ يا ربي انا نسيت اود الاكل حال سالم. انا سايره. اقول زوينه اذا سالش اخوي سالم عن لبن ايش تقولي له؟ ما اقول له بعد، غير اخوك حمود هو اللي كسر القحله. صح كلامك. الكلام في الدفاتر غير يا طارق، وفي الصندوق غير. أنا يكون يدني فرطت ودخلت في الصندوق. كيف تفرط الله يهداك؟ كيف تفرط وطول النهار المفاتيح معلقين في حزاقك؟ وانت مو دراك اني معلقات في حزاقي، مو دراك؟ ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أنا المعلم. ها مو البيع؟ والله ما اقول لك يا معلم، تعبانين تعبانين. السوق ما مثل اول يا معلم، تعبان السوق تعبان. اقول لك نعم. زكي زكي والله بيبارك لك. اسمع انت معلم اسمع، او نزكي ازكي حال من؟ ترى كلهم شبعانين. ازكي حال من؟ ولو يقبلوا الزكاة كان بغسلهم قروش بغسلهم. اسمع انت، خاطرك شيء؟ تبغى شيء؟ باغي سلامتك يا ابو مسعد. الله يسلمك. ايه مو علوم المدرسه؟ مو علومها المدرسه ماشيه والحمد لله. لكن مثل ما تعرف ما عندي مكان اعلم فيه القهال، حيلتي هذيك الشجره. والمطلوب معلم ايش المطلوب؟ والله عاد ما دام انك كبير الحاره نعم، وانك الفاهم فيهم وانك قادر تساعد الكل، باغي عليك. يعني باغيني اساعدكم؟ والله عاد بغيت من عندك عريش بس. والعريش ما يبغى غواز معلم العريش؟ يا ابو مسعد انت كلك خير وبركه، وانت تعرف اني انا متاذي من بعض الاولاد. هي نعم متاذي واجد. مالهم بعد الاولاد مالهم؟ هالكيني هالكيني هلاك العالمين، وخاصه ود ناصر بن سالم. من سالم؟ اعرفه لعين هذاك لعين. لا 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 ما سالم ما سالم يا ابو مسعد، ما سالم. سالم حاشاه، سالم هبة ريح نعم هو دار، لكن هذاك هذاك ابو يسموه حمود هذاك العفريت. لا 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 هو 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 حمود، لا تقول عنه كذاك. حمود رجال طيب ومحترم وخلوق
ويحترم الناس ويقدرهم. هو 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 لا لا خير لا ان شاء الله خير لا. ان شاء الله طايح عن الجواب حمود طايح سبحان الله. دار وهو دار نعم وهبت ريح. هو 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 سبحان الله. انت ثاني تقول كذاك على حمود؟ هذا اللي تقول ان حمود ما زين هو الوحيد اللي يفهم ويعرف كل شيء. نعم حمود حمود فاهم صحيح صحيح ان حمود فاهم. اي نعم فاهم. ابوي لو فاهم كان صار ساعد اخوه سالم ما جالس متنهجل في السكيك عمال بطال. ومن قال لك انه ما يساعده؟ من قال لك انه ما يساعد اخوه؟ ارضهم ارضهم باره يا ثاني. الارض بارت. اخو مساكين سالم ليل ونهار جالس يكد في ذيك الارض. حتى لو يكد ليل ونهار تعبه كله بيصير ببلاش. هاي ارض تعبانه كلها صبخه وبعدين ماشي سيل كيف بيسقيها؟ ابوي هذه اذا ما ودرها اليوم باكر بيودرها. تعبه كله بيصير ببلاش. فال الله ولا فالك يا ثاني. لا تقول كذاك ما زين بدل ما تساعدهم تقول كذاك. تبغى الصراحه معلم انا اللي علي بسويه. اولها بشغل حمود في الدكان.